أم مصطفى، تلك النخلة العراقية السمراء شامخة في أرض كركوك، رمها العوز بحجر الفقر فأبت إلا أن تأكل من عرق جبينها رغم مرضها وتحملها لحر الصيف وبرد الشتاء. والله عايشة كلها صعبة، زوجي مريض عنده تليف بره وعنده فتق وقوه يقوم ما حد يعينه لان ما عندنا لا ولد ولا بنيه. احنا انا قمت اشتغل برا وانا عندي ذبحتين تثخن بالقلب وسكر وضغط، وانا ابيع بالشارع واجمع وادفع الايجار والعلاجات لان ما عندنا منين نجيب، واحد يمد ايده ما يقدر. مو من عندنا يعني، هاي عايشين على هاي، على الله وعلى العربان. حبست دموعها تأبى الانكسار رغم حاجتها الماسة لإعالة نفسها وزوجها، فمن يرضى أن تجلس أمه على قارعة الطريق لتسترزق بالفتات من بيع الماء والشاي؟ فها هي الأسود تموت جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب. والله خلي يعتبروني أمهم أختهم أي واحدة من يساعدوني ولا يخلوني أطلع بالشارع، بس التقاعد مع زوجي كل شيء ما أريد، على الله وعليكم سووا لي حل، ساعدوني ساعدوني الخاطر الله، هذا ربكم مش كبر الخاطرة، اسموني أمكم أختكم أي شيء اسموني وساعدوا زوجي هذا المريض وطوا تقاعد. تعبت من قعدة الشارع؟ تعبت مو شلون، شتاء وصيف، بالشتاء مطر علي وبالصيف الحر علي. تحمل على كتفها جبالا من الهموم، تناشد الغيارة من العراقيين لينتشلوها من هذا الوضع المأساوي. أم مصطفى تناشد الخيرين بإرجاع راتب التقاعد لزوجها لتعيش عيشة كريمة. سعدون السلطان، قناة التغيير، كركوك.